السلام عليكم، صبحك الله بالخير والنور والسرور. اليوم بشارككم في معلومة مهمة في الايدي فور. طبعا انت تواير كان عندي البريشر مالها الامامية 41 والخلفية كانت 44، فبغيت حبيت انزلها. طبعا اذا تنزلهم يعني مثلا حطيت الجدامية الامامية على 36 والخلفية على 37، اذا سويت هالعمليه وما قمت بعدها بريسيت هذا بيطلع لك دائما في الديسبلاي مال الشاشه الاماميه اللي امامك، بيطلع لك انك انت قاعد في عندك مشكله في التاير بريشر. فشو تسوي؟ تروح على على الفايكل هني، وبعدين تروح على التايرز، تروح على الفايكل هني وتختار الفايكل، تختار التايرز، وبعدين في التايرز تضغط عليه. تسويه هني، شوف هاي العلامة بتطلع لك باستمرار، هاي العلامة دائما بتكون موجودة عندك إذا ما سويت الست ماله. طبعا لازم تكون السيارة شغالة، فلازم أضغط على البريك عشان تشتغل السيارة كامل بريك. بعدين تروح على الست وتسوي له أوكي. إذا سويت له أوكي خلاص بيبدأ ياخذ البريشر الجديد اللي ضبطته. بعدين إذا أي خلل يصير عن التضبيطة اللي أنت ضبطتها، مثلا أنا ضبطت على 36 أمامي و 37 خلفي، إذا نزل أي واحد منهم بيعطيك على طول العلامة اللي شفتها أنت، هاي العلامة بتطلع لك في الشاشة، علامة التواير، وكذلك مسج في ديسبلاي سكرين على طول.